من قلب اي 3 قاعد نروح لعبه دراغون بول فايترز، اللعبه اللي صراحه عاشقها واحبها بقلبي. خلينا نشوف اللعبه مع بعض. اوكي نيو جوكو. I'm choosing Goku, I don't care. And I'm going with Frieza and Cell. Yeah. اللعبة هذه بنفس الشركة اللي هي سوت ألعاب Guilty Gear Art System Work، بس اللعبة هذه مرة مختلفة عن ألعاب Guilty Gear لأن السيستم كله مختلف فيها. زي ما تشوف تطبيق حركات سهل، كلها أرباع، ربع دار على قدام A، ربع دار على وراء B، يعني جيم ألعاب سيت فايتر، ألعاب Guilty Gear والألعاب الشيء هذه. الاختلافات في الكومبوات والسيستم نفسه زي ما تشوف، الحين بوريكم إياها. اول شيء خلينا نقول الانيميشن او الرسوم رائعه جدا، كانك داخل الانمي. وانا صراحه بعشق دراغون بول، يعني اسمحوا لي كرأي فيه حياديه قليله من ناحيته، لان مشكله هذا عشق قلبي صراحه دراغون بول. والحين خلينا نبدا اللعبه، راح تكون 3-3. شو انواني انا على اليمين صح؟ اوكي فقعوا عجيب البدايه اللي قاعد اتكلم، مو مشكله. اوه هدي اعصابك. اسوي كومبوات. اوكي اللعب مره ممتاز. واقدر ادخل واحد يساعدني. وين خويي؟ اوكي لحظه، هو سوى لي اياها والله، وما ادري شو انحشت منها اصلا. المشكلة هذا ما يخليني فرصه اسوي شيء، فما اقدر اسحب لكم اياها والعب نفس الوقت. بس اللي تشوفونه نلعب اصلا فيها دبج وضرب، وصار فيها كومبوات. غيرت المركب، غير الكاركتر اصلا كان. يلا الحين فريز ان شاء الله يبدع احسن من ذاك. اوكي لا صار موضوع شخصي. ابو الشباب هذا لاعب من الصباح اللعبه. اوكي هذا تصير كلاش، يضربنا نضرب جنب بعض. مرة مو قادر اشرح اللعبة، استمتعوا باللي تشوفونه قدامكم. التصفيق اللي قاعد يجيب وجهي. حاول اسوي شيء. كيف قعدت فجيت سكت منها؟ اجل الباقي الحين جوكو الله يستر. حركاته بسرعة كيف كان؟ سوبراته. يا ساتر. لا هذه ما لها فائدة دي. بقى عجيب. واي برو. ما اقدر اسحب لكم اللعبه، بس شفتوها كيف رهيبه اللعبه. مشكله ما عندي وقت ثاني. يعطيك العافيه يا ترو جيمنج. فقع وجهي، حسبي الله عليه، مع السلامه.